كده يا فندم. وطبعا بقول لك الحمد لله احنا بالنسبه لمطروح يمكن اخف حده كتير من اسكندريه، يعني ربنا يعينهم ويوفقهم في اسكندريه. انت عارف احنا دلوقتي بنمر بالنوه اللي هي نوه قاسم ديت. هي بدات من يوم السبت اللي فات يوم 4/12. نعم. ولكن يعني هي ما اشتغلتش عندنا غير النهارده بس بعد العصر. وطبعا اشتغلت من خلال يعني خفض درجه الحراره مع رياح مع انعدام الرؤيه شويه. نعم. فطبعا احنا برضه خدنا اجراءاتنا، احنا الحمد لله واخدين اجراءات مسبقه. يمكن شركه الميه مع الحمايه المدنيه مع مجالس المدن مع المرور، يعني كل واخد وضعه واستعداده والناس قاعده في معداتها وجاهزه لاي حاجه. يعني هل اجازه بكره ولا مش اجازه يوم عادي؟ لا انا والله يا استاذ احمد لما لقيتها الاحوال الجويه كده بهذا المنظر يعني متوقع برضه سقوط امطار بكره ان شاء الله. فعطيت اجازه للمدارس. وكان سرابة عندها امتحان بكره انجليزي طبعا بالتنسيق مع السيد مدير التربيه والتعليم في مطروح. اجلنا امتحان الانجليزي بتاع بكره ليوم الاحد الجاي، بدل الاربعاء يبقى يوم الاحد ان شاء الله. اسكندريه كمان اجلوا امتحان بكره ايضا سنه رابعه. ما احنا اجلناه ليوم الاحد برضه باذن طبعا. بالنسبه لكم المطره خير، ما فيش اي مشكله. عايزين مطره بالظبط كده. مشكلتنا مشكلتنا في ايه؟ من الميه. مشكلتنا في المدينه واطرافها بس. انما باقي المراكز كلها طبعا باسعاد بهذا المطر الحمد لله. بيفرحوا خد كتير بسم الله ما شاء الله. والناس فرحانه، بيقولوا الابار بتاعتنا اتملت والسدود اتملت، فدي حاجه الحمد لله يعني خير ان شاء الله بالنسبه لهم، عشان تعرف احنا ماشيين يعني عايشين على الزراعات المطريه يعني. صحيح. فتجميع المياه ده بحصاد المياه ده بيكون بالنسبه لهم يعني خير والحمد لله يعني. لكن عندنا استعداداتنا كامله لا قدر الله، والدنيا الامطار يعني الشتاء بقى اكتر، عندنا استعداداتنا بفضل الله الحمد لله. احنا كنا واخدين استعداد يعني قبل كده مسبقه، كنا طهرنا كل مخرجات السيول. يمكن عندنا حوالي 73 مخرج سيل الحمد لله طهرناهم كلهم. برضو عندنا بنبني حاليا دلوقتي السدود، يعني انا كنت بقول لك المدينه واطرافها. على المدينه واطرافها دلوقتي بنعمل السدود بالتعاون مع وزاره الري طبعا وبتمويل منها يعني بنعمل سدود حاليا برضو بحيث تحجب الميه نزولها ومخاطي السيول على المدينه وفي نفس تحوش وراها مياه يستفيد منها اهالينا يعني. يعني عاملين اجراءات دلوقتي نستفيد كمان من الميه. بالظبط كده، نستفيد بحصاد المياه بتاع تجميع مياه الامطار. تحياتي لحضرتك يا فندم سيادة المحافظ اللواء خالد شوية، بشكرك يا فندم.